يا هلا وسهلا فيكم، 12 من منتصف الليل، حلقة جديدة من برنامجكم كلنا مسؤول، هذا البرنامج الذي ولد مع هذه الأزمة، أزمة كورونا، حتى يقوم بدوره الاتصالي في هذه الأزمة وإيصال رسائل ومتابعة كذلك الجهود المبذولة سواء من الجهات الحكومية أو حتى كذلك مؤسسات المجتمع المدني ومبادرات أمارات المناطق لأجل يعني سد كثير من الثغرات وكذلك العمل التناغمي اللي قاعد يصير. فنبدأ عادة بحلقاتنا في كل يوم بمبادرات أو أخبار من جهود الجهات الحكومية، وهذه يمكن اليوم لنا وقفة مع وزارة التجارة اللي تواصل فرقها الرقابية التابعة لها عملها في ضبط الأسواق، حيث استطاعت هذه الفرق من خلال مضاعفة جهودها في ظل الظروف الاستثنائية اللي فرضتها جائحة كورونا، استطاعوا أن يضاعفوا الجولات الرقابية عددا وكما وكذلك طريقة وتشديد الرقابة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والتدابير الاحترازية ولضمان خدمة المستهلك على أكمل الوجه ومراقبة الأسعار، حيث استخدمت وزارة التجارة نظام إلكتروني لرصد أسعار السلع بشكل مباشر وبأيدي المراقبين في كافة مدن المملكة، حيث يتم تحليل الأسعار ومقارنتها مع جميع المناطق والدول المجاورة. خلينا نشوف هذا الفيديو مع بعض، بعده بيكون معنا عبد الرحمن الحسين أحد أبطال الأزمة، متحدث رسمي لوزارة التجارة. أرحب بزميل عبد الرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، حياك الله معنا عبد الرحمن. أهلا والله فيك خالد، وأحيي المشاهدين الأعزاء، والله يحييكم وكلنا مسؤول فعلا تجسدونها في هذا البرنامج. الله يعطيك العافية، وهذا واجبنا وتكاملنا مع بعضنا البعض في هالأزمة. خليني أسأل الآن على موضوع النظام الإلكتروني لمراقبة أسعار السلع، كيف طريقته، كيف أثره كذلك على ضبط الأسعار ومتابعتها ومراقبتها من استغلال أي أحد؟ ولله الحمد يا خالد، الآن هناك نظام إلكتروني يستعمل كافة مراقبي وزارة التجارة في أكفهم هذه الأجهزة الذكية. هذا النظام الإلكتروني له عدد من المزايا والحمد لله لمسنا آثاره الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا. نظام إلكتروني يرصد بشكل مباشر وفوري وآني أسعار 116 سلعة في كافة مدن ومحافظات ومراكز وهجر المملكة. خلال الثلاثة أشهر الماضية كان هناك أكثر من 1,000,000 قراءة لهذه السلع. هذه السلع التي هي موجودة في هذا النظام الإلكتروني، خلني أعددها عليك: اللحوم الحمراء، الدواجن، الأرز، الدقيق، هناك أيضا الألبان، هناك أيضا الحليب سواء كان سائل أو مجفف أو حليب أطفال، هناك أيضا الزيوت، هناك السكر، هناك كافة السلع الرمضانية، إضافة إلى المعقمات والكمامات. هناك في هذا البرنامج الإلكتروني وهذا النظام خط سعر للسلعة منذ أن تكون في موردها الأساسي ولدى المورد وحتى وصولها إلى منفذ البيع الرئيسي. جميل. المراقبون يرصدون بشكل لحظي وآني كل أسعار هذه السلع، وتوجد عندنا في الداشبورد الأساسي في وزارة التجارة كافة مؤشرات السلع، وتعرف الوزارة بشكل آني وفوري أيضا السلع التي طرأ عليها ارتفاع والسلع التي انخفضت. وهذا النظام ليس فقط يرصد الارتفاع والانخفاض، إنما يحلل أسباب هذا الارتفاع وهذا الانخفاض، يعني لماذا طرأ ارتفاع على هذه السلعة ولماذا طرأ انخفاض على هذه السلعة أيضا. طيب عبد الرحمن، طيب الآن تقولي هذا يعني المسح الإلكتروني للأسعار وهذا النظام بأيدي مراقبي وزارة التجارة، طيب مخرجاته هل يمكن مثلا تصل إلى المستهلك، بمعنى أنه أنا والله كمستهلك بروح أشتري السلعة الفلانية يعني من أي محل أو من أي متجر من المتاجر أو الهايبر ماركت، أقدر أقارن الأسعار فيما بينهم؟ انقطع الاتصال مع عبد الرحمن.
وكان قلتوا لي من قبل متحمس قاعد اطرح السؤال، ان شاء الله يرجع تواصلنا مع اخونا عبد الرحمن الحسين ضروري. خلونا اجي ناخذ مبادره على ما يرجع ونرتب موضوع الاتصال. جمعيه الموده للتنميه الاسريه شاركت ضمن الجمعيات الخيريه وتحت اشراف وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه في حمله غداؤنا واحد بتقديم السلال الغذائيه للاسر المتاثره من تداعيات ازمه فيروس كورونا المستجد في منطقة مكة المكرمة، حيث قامت بطرح أربع مبادرات من خلالها تم خدمة 10,281 مستفيد بأثر مباشر وعدد 51,405 مستفيد بأثر غير مباشر. تنوعت المبادرات ما بين الإغاثة، تقديم المساعدات، كذلك الدعم النفسي وبناء القدرات ونشر الوعي. احنا بنقف معها، لكن خلونا نرجع للاتصال مع زميلنا عبد الرحمن حسين. عبد الرحمن ان شاء الله رجع الاتصال. عبد الرحمن، الان يعني انا كمستهلك يمكن اقدر يعني مخرجات هذا النظام الالكتروني لمسح الاسعار من المراقبين يمكن انا استفيد منه حتى كمستهلك، بمعنى ان اصير انا والله بشتري لي الحليب الفلاني، نعرف عندنا سوق مفتوحه حتى لو صار في مراقبه يعني من قبلكم، لكن ابقارن اسعارها والله عند الهايبر ماركت الفلاني ولا الفلاني ارخص اسعار، هل هذه متاحه؟ الآن الأثر والعائد الكبير على المستهلك من خلال هذا النظام الإلكتروني، المراقبين عندما يتواجدون في الميدان يعرفون أسباب الارتفاع. خلني أضرب لك بس مثالين. إحنا عندنا من 23 مارس حتى اليوم، يعني 40 يوم، كان فيها أكثر من 135,000 جولة. إذا قسمتها لك على 20 يوم و20 يوم، بين العشرين يوم الأولى والعشرين يوم الأخيرة الحمد لله كان للرصد الميداني والرصد الإلكتروني كان له دور وأثر كبير. اللي حصل وشو؟ اللي حصل الحمد لله كان فيه انخفاض في بلاغات المواد التموينية والخضار والفواكه، انخفاض أكثر من 70% في البلاغات على ارتفاع الأسعار. معناته الأسعار استقرت؟ معناته الأسعار، لأنه خلينا نتكلم بكل صراحة، بعض كان في حديث أنه بعضهم تلقى رفع أسعار البصل ولا أسعار يعني مثل البيض وغيرها، فالآن الوضع تقول استقر؟ ما عاد يعني في ذاك الارتفاع؟ الاسعار في الايام الاخيره الحمد لله استقرت بل وانخفضت، وعلى صعيد الكمامات والمعقمات البلاغات ايضا انخفضت عليها في اخر 20 يوم الاخيره اكثر من 60%. اي شخص الان يتجه الى الهايبر ماركت او سوق الخضار سيلحظ انخفاض كبير في اسعار الطماطم، اسعار البصل، اسعار حتى الفواكه والحمضيات، كثير من السلع والحمد لله كان يعني كثير من المستهلكين يبحثون عن الاستقرار، لا ولله الحمد أثبتت انخفاضها. كل من يتجه إلى الهايبر وأسواق الخضار سيكتشف هذا الانخفاض. طيب عبد الرحمن، عاد فتح يعني ما صار عندنا منع تجول جزئي وليس منع تجول بالكامل، هل أنتم بعد مستعدين لفتح يعني كثير من الأنشطة التجارية؟ نعم، هناك استعداد كامل، والجولات الرقابية اللي هي أكثر من 135,000 جولة أثبتت جاهزية هذا الاستعداد، سواء كان هذا الاستعداد على صعيد الهايبر ماركت أو الخضار والفواكه أو منافذ البيع المتاح لها سابقا أو حتى الأسواق التجارية والمولات اللي احنا قاعدين نشوفها. وفي بس ملاحظة لابد أني أقولها والله يا أخوي خالد، يعني لابد أن نشيد بسلوك المستهلك. كافة الفرق الرقابية في الأسواق والمولات لاحظت الانضباط والسلوك والوعي الكامل لدى المستهلكين، مثل ما كنا نوصل المستهلك دائما لا تتسوق إلا بكمام، لا تتسوق إلا معك شخص واحد، لا تصطحب معك طفل أو صغير سن عمره أقل من 15، لا تصطحب معك مسن، نقول لهم دائما حافظوا على مسافات التباعد مترين بينكم وبين أي متسوق، عندما تنتهون من العربات عقموا يديكم. هناك انضباط لدى المستهلك ولله الحمد ووعي كبير جدا، ودائما كنا نقول لهم لا تجعلون لحظة التسوق هي لحظة انتشار الفيروس، والحمد لله كان هناك التزام ووعي كبير رصدته الفرق الرقابية بشكل كبير جدا، ونحيي سلوك المستهلك عليه ونشدد على الإكمال والالتزام حتى يكون تسوقنا بوعي والتزام ومتقي أكثر. شوف عبد الرحمن، خلنا نفتخر والله يعني بأبناء الوطن والصراحة أنا رحت بنفسي يعني في الصباح لأحد يعني الأسواق وشفت فعلا تغير عند الناس، اهتمام الكمامات، الحرص على موضوع التباعد، فعلا الوعي ارتفع، وهذه يمكن يعني أنا أقدم شكر لكل أخوان في الصحة وأنتم كذلك كل الجهات اللي قاعدة تعمل يعني على قلب واحد بهالأزمة. طيب عبد الرحمن، أخيرا بس بسألك يعني
جولاتكم تقول زادت الجولات الرقابية. الآن احنا عندنا صار يمكن مقبلين حتى على العيد، موسم العيد، من المتوقع أنه يزيد الإقبال حتى على التسوق عندنا، وإن شاء الله نقول يا رب أنها تفرج قبل العيد، يعني والأحباب يعيدون مع بعضهم إن شاء الله مع الاحتراز. بس سؤال يعني، هل راح تكثفون جولاتكم الرقابية للتأكد من عدم استغلال أحد للأسعار؟ يجيك يمكن واحد يقول والله كنت أنا مقفل الأيام اللي فاتت أبعوض يعني خسارتني، بيرفعون الأسعار، ولا يجيك سلم كرة تكتل من التكتلات في واحد مثلا من القطاعات وقالوا يلا حنا خلنا نعوض خسائرنا اليوم قفلنا ذيك الفترة أننا مع بعض نرفع الأسعار، جاهزين؟ حماية حقوق المستهلك يا خالد خط أحمر، لا يوجد هناك أي تهاون ولا أي تخاذل في هذا الجانب. الفرق الرقابية على مدار الساعة، إضافة إلى مسحها وتأكدها من فوترة والرقابة على السلع التموينية والاستهلاكية والغذائية، هناك مسح شامل على السلع الرمضانية، وبدأ أيضا على كافة السلع التي يتم الإقبال والشراء عليها في أوقات العيد. لدى وزارة التجارة في هذا البرنامج والنظام الإلكتروني مسح لكافة السلع التي يكثر عليها الإقبال في العيد، هناك فوترة كاملة ورصد لها ومعرفة سعرها من المورد وحتى الموزع. لذلك أنا دائما أراهن على المستهلك، والذي أنتم تمثلونه في هذا البرنامج في كلنا مسؤول، عندما يلحظ أي رفع للأسعار لأي سلع سواء كانت سلع رمضانية أو السلع التي يكثر عليها الإقبال في العيد، كل ما عليه أن فقط يرفع بلاغ عبر تطبيق بلاغ تجاري أو هاتف حماية المستهلك 1900، وسيجد الفرق الرقابية تتحقق وتتوثق. وعندما يكون هناك رفع غير مبرر وتعمد لاستغلال هذه الأزمة لرفع السعر، سيتم إيقاع الغرامات والعقوبات بشكل فوري بإذن الله. اللي هي الغرامات، بس نراجعها قبل ما نختم معك، الغرامات اللي تطبق على من يستغل الأزمة ويرفعوا الأسعار أو يتفقون على ذلك؟ كل من يفتعل أزمة ويتقصد رفع السعر ويستغل هذا الظرف، هناك عدد من الأنظمة تطبق بحقه. عندما يكون رفع السعر على مخالفات ليست كبيرة جدا، تبدأ الغرامات، حتى لو كان هذا الرفع لخمسة ريالات أو عشرة، تبدأ الغرامة من 1000 ريال، تمتد إلى 50,000 حسب جسامة المخالفة، تصل إلى 1,000,000 ريال هذه المخالفة حسب جسامتها أيضا. أما عندما يكون هناك تلاعب واحتكار للسلعة، يطبق عليه نظام هيئة المنافسة، والغرامات تصل إلى 10 ملايين ريال أو 3 أضعاف المكاسب المتحققة من تلاعبه بالسعر، أو 10% من أرباحها السنوية التي باعها في هذه المنشأة. الرقابة صارمة، حماية المستهلك خط أحمر. عبد الرحمن شكرا جزيلا لك، بس بقول لك حاجه قبل ما اودعك، اعطوني انا ويا عبد الرحمن مع بعض. عبد الرحمن انا صديقك من سنوات، من ايام ما كنا في الاخباريه، انا فخور بالعمل اللي قاعد تقدمه يا عبد الرحمن انت وزملائك في الميدان. شكرا شكرا لك، ويعني صدقا يعني أي فخر لما أشوف واحد من الأصدقاء فعلا قاعد يقدم للوطن بكل مهنية واحترافية. والأبطال قاعدين يقدمون، أبطال الصحة وأبطال الجهات الحكومية كلهم الله يبيض وجيههم. الله يعطيكم العافية إن شاء الله ونلتقي، وإذا عندكم شيء تبغوا تقولونه للناس للمستهلكين، ولا حتى لو ضبطتوا أحد علمونا خلنا نطلعها إن شاء الله في برنامج كلنا مسؤول، إحنا معاكم من ضمن قنواتكم الإعلامية إن شاء الله. شكرا لك عبد الرحمن، تحية لك. تحية الله يحفظك، شكرا لك. طيب خلينا نتكلم عن موضوع مبادرة جمعية مودة في فيديو، خلينا نشوفه مع بعض. كل الجمعيات اللي قاعده تعمل في رمضان يا مال العافيه، وعساكم على القوه، وكذلك نثني ونشيد بدور المتطوعين والمتطوعات مع كثير في كثير من المبادرات. ينضم معي المدير العام لجمعيه الموده للتنميه الاسريه الاستاذ محمد الرضي للحديث عن دور جمعيه موده. حياك الله اخوي محمد. هلا استاذ خالد، حياكم الله خالد، ومساكم الله بالخير، وكل عام وانتم بخير. وانت بخير ان شاء الله. ويعني اشكركم يعني عبر هذا المنبر العظيم الوطني على تسليط الضوء لجهود القطاعات الحكوميه والقطاعات الخاصه وايضا القطاع غير الربحي. واجبنا يعني الاعلامي هو الذي يتحتم ذلك بالتاكيد، ونفخر فيه مثل ما نفخر بالاعمال اللي قاعد تقدمونها. خليني اسالك عن جمعيه موده، اللي يعرف ان جمعيه موده يعني هي مختصه في 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 تمكين وارشاد الاسر يعني، لكن اليوم اشوف انا مع تداعيات الازمه دخلتم في مبادرات يعني مختلفه، حدثني عنها. اي حدثني عنها. نعم، أجدد شكري لك، ويعني إذا سمحت لي خالد يعني أيضا كذلك أشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين عبر منبركم، وأيضا سيدي سمو ولي العهد
الرجل الأول في القطاع غير الربحي هو وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي. نعم. الذي يوجهنا يوميا عبر فروع اللجان التنفيذية في المناطق بالعمل على قلب رجل واحد. حقيقة المودة انطلقت يعني بلا شك أن أعمالها متخصصة في مجال الدعم النفسي والتوعوي والإرشادي وبناء قدرات الأسرة، إلا أنه نحن اليوم الأسرة تعيش ظرف استثنائي. صح. يعني لا تعيش في الظروف الطبيعية. اليوم الأسرة متواجدة 24 ساعة، هناك العديد من الأسر المتضررة من خلال إيقاف أعمالها اليومية، خصوصا مثلا الأسر المنتجة. لدى المودة أكاديمية معنية بتمكين المرأة للأسر المنتجة لديها جميل. أكثر من 4000 أرملة ومطلقة من مستفيدات الضمان الاجتماعي. جهد المودة هو جهد ضمن 60 جمعية أسرية في المملكة تعمل بصورة علمية. المودة بدأت يعني قدمت 4 مبادرات في تقديم الدعم النفسي والإرشادي، وأيضا كذلك في برامج توعوية وتثقيفية يومية تساند يعني حقيقة البرامج التوعوية التي تقدمها الوزارات. تساند هذه البرامج تقدم للمسجلين والمستفيدين من خدمات الجمعية ولا تقدم بشكل عام لمن يريد أن يستفيد منها؟ تقدم بشكل عام للمجتمع في المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الوزارات وبالشراكة مع خصوصا وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية ومجلس طيب. شؤون الأسرة. طيب محمد، يعني تقول أنت شاركت في حملة غذاؤنا واحد في تقديم السلاسل الغذائية، لكن أنا ودي بس يعني المبادرات اللي ذكرتها قبل شوي إنه كان في 10,281 مستفيد مباشر، 51,000 أكثر من 51,000 غير مباشر. كيف غير مباشر ومباشر؟ غير مباشر هذا عدد أفراد الأسرة المسجلين لنفس الأسرة المستفيدة. الآن أنت لما تقدم الخدمة للأسرة أنت لا تفيد الشخص الفرد المباشر. جميل. كجانب كسوشيال امباكت أنت بتفيد، أو كعائد اجتماعي أنت بتفيد الأسرة كاملة. ولكن جميل. اسمح لي أستاذ خالد، خليني إذا بإجاز بس عشان الوقت العافية. نعم الجمعية إلى اليوم استفاد منها كما ذكرت 22,000 مستفيد. استفاد أيضا كذلك استفادت من جهود أكثر من 466 متطوع وقدمت أكثر من 6,400 سلة غذائية وأكثر من 35 مادة توعوية. عساكم على القوة يا محمد. أنا عارف بعد تقدمون دورات أونلاين ولا لا بعد؟ صحيح بلا شك. اللي بيستفيد منكم معاكم كيف؟ وعلى طول مباشرة عن طريق السوشيال ميديا حسابات جمعية المودة للتنمية الأسرية، يدخل على حساب جمعية المودة للتنمية الأسرية. نعم. وفيها الروابط لل... نعم. جميل. نعم. موفقين. نعم. إن شاء الله. شكرا لك كل فريق اللي يعملوا معكم أخوي محمد المرضي المدير العام لجمعية المودة للتنمية الأسرية. فاصل، وبعد الفاصل راح يكون معنا ضيفين من الشباب المميزين، تحدث الإعلامية السعودية سارة عبد العزيز، وكذلك بيكون معنا فنان جميل عرفته وعرفناه كلنا في 37 بدر الحيد، بيكون معنا إن شاء الله. سارة وبدر حياكم الله معنا في كلنا مسؤول بعد الفاصل. يا أهلا فيكم من جديد، أرحب بضيوفنا هذا المساء. كل مساء معنا اثنين من الضيوف يعني في مجالات متنوعة، نشرف أن يكون معنا في سهرة رمضانية يومية نتحدث معهم من منازلهم وندردش معهم بالبداية عن الأزمة، بعد ذلك ننطلق معهم في حوارات عن مسيرتهم. خلونا نرحب مجددا بسارة عبد العزيز الإعلامية ومقدمة البرامج السعودية، وكذلك رحب بالفنان الممثل بدر الحيد. خلينا نبدأ معك سارة. سارة، كيف أجواء البيت والبقاء في البيت والعزل المنزلي بشكل عام، كيف عايشة ومتعايشة؟ بداية أول شيء كل عام وانتم بخير يا أستاذ خالد والمشاهدين الكرام، وإن شاء الله ينعاد عليهم هذا رمضان بأفضل حال في السنوات المقبلة بإذن الله. كيف بالبيت؟ والله أمورنا تمام الحمد لله ومتقبلين الوضع. في الأول كنا في مرحلة صدمة مثل الجميع، بعدين صار الضغط النفسي والحالة اللي مو متعودين عليها خلتنا نتأثر على أعصابنا الصراحة، حسنا على أي شيء متعرض. الآن وصلنا لمرحلة
الهدوء وتقبل الوضع. كم لك قاعدة بالبيت ما طلعتي؟ من نهاية برنامجي اللي ختمت آخر حلقة منه من قبل رمضان بالضبط، يعني أكثر من 15. طيب يعني كيف تقضين وقتك طيب داخل البيت بشكل عام؟ الصراحة أنا أخاف يظلوني صراحة. لا العلمي بنقول ما شاء الله، بنقول ما شاء الله علمينا ما شاء الله تبارك الرحمن، بس أنا جدا مستمتعة في هذه الفترة، قاعدة أسوي فيها كل الأشياء اللي كنت أطوق أنه يكون عندي متسع من الوقت عشان أوصل لها. الحمد لله هي يعني أخذت وقت في تطوير الذات، في السعي الروحانية، في حتى في أكلي، وحتى في علاقاتي مع أهلي صارت أفضل كثير الحمد لله. جميل جميل. طيب أروح لبدر. بدر شلونك؟ يا هلا وسهلا، نورتنا. ترى الناس اللي كنت أحب الكاركتر حقك وتمثيلك في أيام 37 صدقا والله ما شاء الله، بس توقعت نشوف بدر يعني يقطع شواط أكبر. تمام، وبسألك عنها، بس خلني أبدأ باللي بديت فيه مع سارة. أجواء العزل المنزلي، بقائك في البيت، كيف يعني قاعد تتعايش؟ أول شيء بس حاب أرحب فيكم وأرحب ضيفتك العزيزة والمشاهدين كلهم، وأستغل هذه الفرصة من خلال شاشة التلفزيون السعودي أني أرفع أسمى آيات التهاني وتبريكات لهذا الشهر الكريم لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ولي عهده الأمين، وبإذن الله والشعب السعودي كافة والأمة العربية والإسلامية، وإن شاء الله يحل علينا العيد وهذه الغمة زائلة عن الأمة جميعا إن شاء الله، ويكون عيدنا عيدين إن شاء الله بإذن الله. نقول يا رب إن شاء الله الجميع يتعيدون يعني مع أهاليهم، ولكن أكيد موضوع الاحترازات والحرص هذه واضح انه بنطولها شوي. طيب بدر والبيت. والله بدر البيت يعني شوف، بحكم انه يعني كانت اول فتره هي الصعبه بحكم الجميع ما تاقلم مع الوضع، لكن مبدئيا مع الوقت صراحه يعني تشوف انه يعني انت لازم تستغل الوقت هذا بشيء يفيدك، يعني في النهايه انت مجبور على هذا الشيء يعني، واحترازيا يعني، بس بحكم ايضا بعد شغلي الخاص انا كنت اتنقل يعني مو كثير يعني عندي اقامه في البيت يعني. تنقل ليش؟ يعني التصوير؟ لا تصوير نعم، وفي حكم الدوام يعني عملك يعني من مصرح نعم لهم يعني. اي مصرح لهم. وين تصريحك؟ خلينا نشوف تصريحك. طيب اقول لك قصة يعني. طيب بدر يعني خلينا ابدا معك سارة. سارة خريجة السياسة والاتصال، انطلقتي وبدأتي بالعمل في التواصل. اي بدأتي بالعمل في مجال العلاقات العامة يبدو لي في المملكة القابضة، هي كانت الانطلاقة؟ هي كانت الانطلاقة في رغبتي في دخول مجال الإعلام. نعم. عن طريق المملكة القابضة؟ لا، كنت في يعني مثل ما تفضلت في قسم يعني العلاقات العامة، ولكن طمحت أني أدخل إلى روتانا وقتها. المشكلة ما لازم نقول أسماء. سبقتي للسؤال اللي بسألك إياه يوم قلت المملكة، أقولك طيب وينك عن روتانا؟ ليش ما بديتي مع روتانا بدل الـ MBC؟ سبحان الله أنه وقتها كنت مصرة أنه أدخل للإعلام، لكن سمو الأمير رفض وقتها، كان مفضلني أني أكون في هذا القسم وأستمر في العمل المكتبي إلين ما كتب الله أني أترك المكان. تروحين الـ MBC. كثير يعني. بعدين خلاص بدأ مشوار الإعلامي في عام 2014. طيب MBC مذيعة سعودية شابة تظهر فيها يعني لفترة محدودة، ثم بعد ذلك تنقطع يعني وغابت. طيب جميلة جدا. إلى الآن ما زالت هناك استفهامات عن سبب تركك الـ MBC الحقيقي. لا أظن الموضوع صار واضح في كثير من المرات، أنا وضحت هذا الموضوع. سبحان الله هو قدر، لكن في الأول لم أتقبل في البداية، لأنه كنت مؤمنة أنه هذا مكاني وهذا ولم أؤدي فيه الشيء اللي كنت أطمح له يعني، أو البرنامج اللي كنت أبغى أوصل له، أو الفئة اللي كنت أبغى أوصل لها عبر شاشة MBC. لكن الله سبحانه وتعالى اختار لي طريق أفضل. هو فقط يجب أن ترضى بما سخر لك. وإلى الآن ما أجبتها سؤالي، لماذا تركت سارة؟ يعني أنت طلعتي في أكثر من لقاء، طلعتي في أكثر من لقاء. خالد غالي علينا ونحترمك وشفتك كم مرة يعني، وأنت إنسان جدا راقي يعني، حتى في كل شيء
شكرا أنا لما أبغى ما أتكلم في هذا الموضوع والله طيب. لي مقامك في نظري ومكانتك عندي ما أبغى أتكلم في هذا الموضوع لأن كلها مشاكل عدت وراحت طيب. بالنسبة لي أنا في مكان أفضل وأحب أقول للناس الشيء الإيجابي أني أنا في مكان أفضل ومرتاحة فيه الحمد لله وربي عوضنا باللي أفضل من اللي طمحته صراحة بكثير أشياء تحت ظلة الأستاذ خالد الغامدي وكثير ناس وقفوا معي طيب. في هذا الأسفل طيب أنا تقدير للزمالة ما راح أسألك عن هذا الملف يعني أو استرسل فيه لكن خليني أقلب الصفحة يعني على تجربة اس بي سي بس خليني يعني بعد الفاصل وبس قبلها بسأل بدر لك شيء وش اللي قاعد يعرض لك الآن في رمضان حاليا قاعد يعرض لي مسلسل مامجي كان انتهى امس على تطبيق شاهد وان شاء الله بعد اسبوعين راح يعرض مسلسل على او اس ان بعنوان لوحه مائله ان شاء الله مامجي هذا له علاقه ببجي ولا كذا تشابه ولا ايش لا هو هي تقريبا له يعني نفس المضمون لكن مختلف تماما يعني كفكره لكن ماخذ الاسم منها يعني لان هي فكرتها يعني تاخذ فاصل ولا اعطيك الفكره لا بس اذا فيها اكشن اخذنا فاصل اي لا في اكشن طيب اجي خلينا ناخذ الاكشن بعد الفاصل فاصل نرجع لكم العشر عليكم بركة نقول خلوكم في البيت أنت مسؤول وأنا مسؤول والمجتمع حولنا مسؤول والمقيمين كلنا مسؤول والعشر عليكم مباركة يا أهلا فيكم كل من يتابعنا برنامج كلنا مسؤول على قناة السعودية وأكيد أجدد الترحيب بضيوفي الإعلامية السعودية مقدمة برامج سارة عبد العزيز والممثل والفنان السعودي بدر الحيد بدر قبل ما تحكي عن مامجي هو صح؟ مامجي خلينا نشوف مقطع له وبعد بيك تعلق عليه اللعبة هاي مسمومة ومصيرنا كنا مثل المسكين المعلق احنا جينا نلعب ما جينا نموت جيم اوفر خالد جيم اوفر علمني شلون نطلع ونطلع هذا مقطع منه طبعا تشاركت مع الفنان فيصل العيسى كيف كانت التجربة مع فيصل وكيف كان هذا العمل وأصداءه والله الحمد لله أول شيء في البداية عن الأصداء يعني الأصداء الحمد لله جدا جدا يعني مثلجة للصدر على قولتهم يعني الحمد لله جميلة مع أن العمل عرض على تطبيق يعني وإلى الآن ما عرض على الشاشة إن شاء الله وهذا اللي بقول لك إنه الأعمال لما تعرض على المنصات المدفوعة أو فيديو إن ديماند يعني الفيديو حسب الطلب مثل نتفليكس على سبيل المثال صحيح. ولا شاهد ولا غيرها أو إن شاء الله منصة يعني تلفزيون سعودي اللي صار تطلق قريبا بتكون مدفوعة بعد وزودنا حنا يعني نبي ندخل في هالجانب إن شاء الله تلفزيون سعودي لكن يا سلام شيء كيف شفتها يعني ما تشوف أنها حددت الجمهور اللي توصلون له ولا لا مع ذلك في جمهور والله شوف أنا بقول لك شيء صراحة أخي خالد يعني هو لما كان معنا الفنان الصديق والأخ فيصل العيسى أنه العالم فكرت أنه نفس جروب شباب القوم هو نفسه مامجي مع العمل هو إنتاج إم بي سي شركة الصادف الأستاذ حسن عسيري عمل الإم بي سي طبعا هو فكرته تماما مختلفة في كل شيء يعني عن شباب البوم حتى لا إذا كان قصد سؤالك إنه الفئة المستهدفة لمشاهدة هذا العمل العمل مطروح لكل الأعمار يعني لو مو مستهدف مثل شباب البوم لأ فئة معينة طيب يعني. طيب على طاري شباب البوم ومشاركتك مع فيصل عيسى في مامجي هل أنت راضي عما كان يقدم في شباب البوم من محتوى أكيد راضي ولو مو راضي أنا ما شاركت معهم يعني في الأجزاء الأخيرة على فكرة في الأجزاء الأخيرة لو نقول من الجزء الخامس والسادس والسابع والثامن المحتوى اللي صار يقدم في شباب الوم أكثر وعي يعني أنا في النهاية راح أكون معهم ضيف شرف حلقتين يمكن لكن اللي أنا قاعد أشوفه من ورش في الكتابة والتدقيق على المحتوى اللي يطلع في المشاهدين والفئة وأيضا أخوي فيصل عيسى مقدر إنه الفئة العمرية اللي قاعدة تتابع بس انتقدت فيصل أنت في 2016 يعني انتقدت شباب البومب وقلت يعني تتمنى إنه يكون في تحسين لمستوى الألفاظ في العمل
صحيح أنا ما انتقدت شباب البوم، يعني أنا انتقدت الألفاظ إنه قلت إنه على أخوي فيصل العيسى إنه شباب البوم عمل مشاهد ومتابع يعني للفئة عمرية كثيرة. أنا كان فقط إنه التقاء الألفاظ فقط الألفاظ. بعدها و... بعد بعدها شفت الوضع تغير. طيب على فكرة لما انتقدت شباب البوم أنا كنت معهم في العمل في نفس الجزء يعني على فكرة. لكن الصحفي ترى على فكرة هو زود بعض الكلام وبعض الأشياء اللي أنا ما قلتها. أنا قلت إنه بس ينتقل الألفاظ اللي يعني مثل أركد في ديتك ولا تهاي، عرفت المصطلحات هذه؟ هذه المصطلحات الدربوية قصدك. طيب إيش رأيك باللي يقول كان العمل يعني يوصل لثقافة الدربوية يعني الغير مهتمين بالنظام أو بالذوق العام؟ لا لا لا، هو في النهاية كاركتر. فيصل عيسى قاعد يقدم كاركتر مثل ما الأستاذ فايز المالكي قاعد يقدم كاركتر مناحي مثل ما يعني مثل ما نشوف المرحوم العمل قاعد يعرض على قناة الذكريات. هنا وجه الأستاذ عامر تحية العولمة المرحوم بكر الشدي، أيضا بينه وبين كاركترات الجنوب، هي في النهاية كاركترات تقدم يعني. طيب يعني مو انها قاعد توصل رساله لشريحه معينه او انه طيب انت تقلد الشريحه. جميل. طيب خليني ساره خليني اعطي يعني اتطرق لمحطاتك بالتلفزيون السعودي. بداتي يمكن مع اس بي سي، قدمتي نجوم السعوديه صحيح؟ خلينا نشوف. نعم كان هذه انطلاقتي مع طيب شركة كانت كإعارة بداية يعني فريلانسر، ما وقعت مع هيئة الإذاعة والتلفزيون وقتها، بس سبحان الله وقع الحب مع القناة لحظتها خلاص، وقررنا إنه إن شاء الله إنه استمر معهم كعقد مستمر، ومن وقتها صرت مقدمة برامج متنوعة يعني. طيب خلينا نشوف مقطع منها، إيش رأيك؟ نشوف مقطع من نجوم السعودية. شك دافع بحكم إن الواحد في عزلة ونسوني كثير الله يجزاهم خير. يعني في هذه اللحظات عرفت مين الصديق فيهم ولا؟ لا بشرك. ولا كلهم فيهم كلهم الخير؟ كلهم كثار أبشرك. الحمد لله الله يزيدهم يا رب. خربوا برنامج المستشفى شوي. تستاهل يا أبو نايف تستاهل. الله يسلمك. طيب على عودتك هذه وبعد غياب محبينك أكيد يكونوا متشوقين عشان يعرفوا أعمالك الجديدة. وش الأعمال اللي ناوي تظهر فيها هل؟ راضي عن تجربتك في نجم السعودية؟ أول حاجة نوجه له تحية كبيرة للفنان الكبير خالد عبد الرحمن اللي لسه مرسل لي رسالة، سبحان الله صدم. كنت حابة أستضيفه في الحلقة الختامية لبرنامج آت أس بي سي، كانت تجربة أكثر من رائعة. كانت سارة في حلة جديدة بعيدة عن أي شيء قدمته في الإعلام، وتحدي جديد خاصة أنه كان مباشر قدام الجمهور السعودي اللي شاف تجربة جديدة على أرض المملكة. كنت مستمتعة صراحة، قد ما أقول لك أني مستمتعة في هذيك التجربة، فأكون مو موفية حقها صراحة. طيب بعدها قدمتي آت أس بي سي صح؟ آت أس بي سي وهو البرنامج اللي ختمناه قبل رمضان بكم يوم، هو الموسم الأول لسه. برنامج يتوجه للشباب ويتكلم على كل ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار من أحداث جديرة بالذكر، ونجيب محللين والمعنيين بالموضوع. حتى طرقنا للببجي يعني كان في فقرة عندي خاصة للألعاب. طيب لا طيب خليني اقول لك يعني حتى اذكر في لقاء قلتي انه يعني انه ما وجدتي نفسك في الاخبار، انك تلقين نفسك في البرامج المنوعه. ما زلت اقولها، لا اجد نفسي ولن اجد نفسي في الاخبار ولن اعود للاخبار ان شاء الله اكون قلت كلامي، لانه يعني صراحه تحبين صناعه الفرح. بعض الدراسات أثبتت أنه من يعمل في الأخبار بعد 5 سنوات يدخل في حالة اكتئاب للأسف من الكم الهائل من الأخبار السلبية اللي نتلقاها كل يوم، وانت عارف أنه أخبارنا في الوطن العربي أو بالعالم كأجمع للأسف أنه الخبر هو يكون حين يكون الخبر سيء. أخبار كورونا تتابعينها دائما وتأثر عليك؟ الآن تفادين، في البداية ما تتابعينها الأرقام جاءت الأرقام وهذه لأنه نعم. في قاعدة في الإعلام إفت بليدز تليدز، يعني إذا سالت الدماء كثرة المتابعة والدماء قصر فيها زيادة أرقام يمكن نعم. المصابين. لكن هذه الوزارة يعني إنه لا نتبع إلا الصحيح ونبعد عن هذه طيب. يعني
الأخبار اللي من كل جهة تجينا خلاص أنا اكتفيت وسمعت الاحتياط اللي لازم أسويه، جلست في بيتي وربي حافظني على جميل. على العموم طيب يعني ممكن هذا مقطع من برنامجك آت إس بي سي اللي كان يعرض على قناة إس بي سي، وكنتم طبعا شكرا لكم تخطون برنامج تم يعني بشكل كويس يعني في ذاك الوقت. خلينا بطلع فاصل. بدر بسألك سؤال، أنت أول مشهد قدمته كان حولنا هنا في الناصرية في سجن الناصرية صحيح؟ أول مشهد قدمته في أي عمل؟ يعني كأول كاركتر أنت سويته كان في 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 سجن الناصرية؟ معلومة صحيحة ولا لا؟ هذه معلومة عندي. لا هذه قصدك حلقة عليك سابقة في مستر كاش اللي صورتها في السجن؟ ايه صح. لا والله كان 2003 طيب. عمل ايوه برجع لك برجع لك بسوي نفسك ناسي ذكرتها بعد الفاصل برجع بهالقصة. اول مشهد المشهد اللي مثلته بسجن الناصرية، فاصل نرجع. مسؤول عن الوطن، طال عمرك يا ودك ابكوا في منزلكم. يا اهلا فيكم، اجدد الترحيب بضيوفي وضيوف سمرتنا الليله سهرتنا الليله من ليالي رمضان في برنامج كلنا مسؤول، ساره عبد العزيز الاعلاميه مقدمه البرامج والفنان الممثل بدر الحيد. بدر، سجن الناصرية علمني ايش السالفه. والله شوف انا صورت كثير يعني مشاهد في السجن، بس اول مشهد اول عمل في حياتي. ايوه ابي هالقصه. هذا كان 2003 ايه، كان في مسلسل سباعي يعني سبع حلقات مع الاستاذ عامر الحمود تاليف الاستاذه ليلى الهلالي الدكتوره ليلى الهلالي، كان بمناسبه اسبوع المرور ايه، فكان انتاج الامن العام يعني يعني حبيت اشارككم العمل هذا طلعت معهم وحطوك بالسجن. أول مشهد في السجن تخيل. طيب 37 مسلسل 37 هو اللي هل ترى هو فعلا اللي أظهر نجومية وانتشار وبداية انتشار بدر؟ صحيح 37 هو اللي كان هو منصة التعارف بيني وبين الجمهور أكثر يعني. وش بقي وش بقي من أثره عليك وذكراه؟ إلى الآن والله إلى الآن يعني العالم قاعد تطالب بأجزاء من 37 إلى العالم. وراكم وقفتوا طيب؟ والله هذا شغل شركة الإنتاج يعني المنتجة هي اللي تحدد يعني احنا كنا يعني متوقعين انه كان 5 أجزاء يعني. لكن منصات نتفليكس مثلا على سبيل المثال وغيرها ما تشوف النوع من هالمسلسلات يصلح؟ ان شاء الله مسلسل لوحة مائلة راح يكون اول مسلسل سعودي باذن الله على نتفليكس باذن الله. حتشارك فيه طبعا؟ صورته العمل وانتهى. هلو. اللي هو اخراج الاستاذ سمير عارف وتاليف المبدع اكيد الاستاذ فهد الاسطى. جميل. هو مسلسل 10 حلقات مش فكرته؟ على نتفليكس. هو مسلسل غامض مشوق سايكو كل العمل حقيقه يعني الشخصيات اللي فيه كلها غامضه وفيها شيء من التشويق. انا راح اخذ دور الدكتور دكتور طلال. هو دكتور نفسي عنده اثار هو نفسيه اصلا وعنده عقد نفسيه عايش علشان ينتقم. يحبك لهالادوار ها؟ لا شوف انا الادوار هذه بس سويتها في فيلم دم عايل ولوحه مايله بس. طيب برجع لك ساره، تشوفين في مشكله في اظهار الميول للاعلامي؟ انت ما شاء الله يعني يقال عنك انك الاعلامي بشكل عام حتى لو ما كان اعلامي رياضي يعني في الاعلام الرياضي في اشكال. انت وفقا لكلام النصراويه متعصبه صح؟ نعم وافتخر. طيب بغض النظر عن الرياضه بس كيف يعني الجانب الاعلامي اكون متحيزه؟ هل يعني مثلا اعلانك عن يعني انتمائك وتقولي حتى متعصبه ما خفتي مثلا من جمهور الهلال تخسرينه مثلا؟ لا لانه انا اتوجه الصوره اللي حبتهم يحبوني فيها مو لاني نصراويه او محايده للطرفين او اني احب كل الفرق. انا فعلا انسانه احب فريق النصر منذ الصغر حتى لو قبل ما كنت اعرف اسم اللعيبه صحيح. لكن مع الوقت انا طمحت انه الناس تحب ساره كما هي.
النصراوية المنصراوية السعودية الخليط أي شيء أطلع فيه لأنه كنت انتشرت لك صورة بتيشيرت النصر الظاهر صحيح؟ ما سمعتك معلش؟ انتشرت لك صورة بتيشيرت النصر بعد ما حقق نعم الدوري يبدو لي. نعم في إحدى اللقاءات صحيح انتشر كثير أشياء عن النصر. طيب الناس طيب سارة مذيعة رياضية يعني اشتبس عليهم الأمر طيب وتبغون إنه يشوفوني في الرياضة. جميل سارة يعني توقع أنت يعني ما فكرتي طيب بالتقديم في الرياضي برامج رياضية مثلا؟ هذه ما أقول واردة لا لكن ما عندي الدراية الكافية لحد الآن لكن إن شاء الله ممكن أحاول وأطور نفسي من هذه الجهة وأصير مذيعة رياضية. حلو تعرف معلقة وجو. طيب انتقدتي انتقدت الإعلامية علا فارس في أحد اللقاءات كانت في أحد التلفزيونات الكويتية يبدو حتى على سنابك انتقاد شديد اللهجة يعني بالرغم أنكم عملتم مع بعض يعني في MBC في ذاك الوقت لماذا انتقدتيها بهاللهجة؟ باختصار شديد لأنها استغلت صداقة وشخصية مسالمة أعتبر نفسي مسالمة جداً واستغلت العلاقة اللي كانت بيننا في مصالح شخصية ممكن هي أكيد ما حتوصل ولا عمرها حتوصل في هز يعني تشتيت الشعب السعودي لكن أرادت نوعاً ما أعرف نيته بيد الله يعني وش سوت يا سارة؟ الموضوع قديم يا خالد لا خلينا نعرف يعني لأنه أكيد ردة الفعل هذه اللي تكون فعلا تكون هي ردة وطنية ما جاءت إلا لتصرفات أنت ما قبلتيها وش هي؟ يمكن أنت لو شفت فعلها كنت قلت لي قليل في حقها الرد يعني أنا ما غلطت عليها على فكرة ولا قلت كلمة يعني ما تمثل تربيتي او تربيه ابوي عبد العزيز بس وامي كيف اقحمت اسمك ساره كيف اقحمت اسمك انا ودي اعرف لم احترم موقفها في هذه اللحظه ولم احترم ما اثارته يعني كمان انسانه انا واعيه جدا الناس وقفوا معايا سنين طويله اجي في يوم ما لاني انتمي لدوله اخرى او اعمل بشان قناه معارضه للقناه اللي عملت فيها يعني حتى لحد الان انا عمر ما يعني منك يا خالد على العموم الله يسامحها منها لربها والموقف والشعب السعودي صارت واضحة بالنسبة له تصرفاتها وتغريداتها المسيئة للدولة السعودية الله يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين وهذا الموضوع فعلا لا يستحق أن نفتحه يعني وكلنا أكيد يعني مدفع في وجه كل من يريد أن يسيء للوطن مهما كان كائنا من كان وما كان بعد بس خلي نروح بدر فيه قلوب تجربتك في عمل قلوب بيضاء في المسلسل الإماراتي ها شلون شفته؟ والله المسلسل هذا أنا عزيز على قلبي كثير يعني خاصة أنه كان أول عمل لي خارج المملكة يعني هو عمل إماراتي يتكلم عن جيران وفي داخل هذا الحي يسكن عبد الله درة اللي هو بدر الحيد ويامور طبعا مسلسل يعني جميل جدا الكوميديا اللي تقدم فيه كوميديا لايت كوميديا موقف غير مبتذلة صراحة يعني وإنتاج تلفزيون أبوظبي وكنت سعيد بهالتجربة أكيد طيب أنا وقت انتهى بس سارة باختصار بس كذا يعني مع تجربتك التلفزيون السعودي ايش تقولين يعني للسعوديات اللي في أقسام الإعلام إذاعة تلفزيون أو اللي حابين تجربتك يعني هل هي محفزة؟ طبعا خاصة في دولة أصبحت يعني صارت المرأة عندها أقوى من الرجل في هذا الوقت وإحنا سرنا مدلعين في هذه الدولة الحمد لله وحقوقنا كلها موجودة وفي الإعلام سوف تكرمين من دولتك وشعبك بإذن الله دامك أنت محافظة على الصورة الجميلة لدولة الدولة عظيمة مثل المملكة العربية السعودية وكل عام وهم بخير شكرا لكم الوقت داهمني ولو والله في تساؤلات وعندي أسئلة واجدة والحديث معكم لا يمل بالتأكيد شكرا للإعلامية مقدمة برامج سارة عبد العزيز شكرا الفنان الشاب والممثل المبدع اللي أنا أحبه شخصيا بدر الحيد شكرا لكل من يتابعنا على قناة السعودية كل يوم كلنا مسؤول معكم في أمان الله